السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوما بعد يوم تشتد ضائقة الحياة على الناس، ولا ضوء يلوح في الأفق. يستهلك عدد من المسؤولين عبارات متكررة بأن الأزمة سيتم تجاوزها وأنهم بصدد حلول معينة، وأيضا لا محصلة لهذه التصريحات. يهتف دعاة وعلماء أن الحل بالعودة لله وتطبيق أوامره، ليرد آخرون بل الحل في اتباع نهج الأمم التي نراها تنعم بالرخاء، فالواجب علينا أن نحذو حذوها دون الالتفات لحلال أو حرام، لأننا في ضيق وشدة أباحت لنا أكل الميتة. فكيف ينظر الدين لمسألة الرزق بالعموم؟ وما هو النهج النبوي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية؟ أليست العودة لله طريق لسعة الرزق بنص الآيات؟ ولكن كيف نفهم غنى دول كافرة مرابية وفقر أخرى مسلمة مزكية؟ أليس الفقر صفة ملازمة للصالحين كما يقول البعض؟ فكيف يكون المخرج بالدين؟ وإلى أي حد تبيح الأزمات الاقتصادية التنازل عن أوامر دينية؟ الأزمات الاقتصادية عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم. أهلا بكم شيخنا الكريم. أهلا بكم السادة المشاهدين، حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم متعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونناقشها مع فضيلة الشيخ في نهاية الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قضية الشيخ، مسألة الأزمات الاقتصادية مسألة تشغل عموم الناس في هذه الأرض، ونحن في السودان لدينا خصوصية بأزمة اقتصادية طاحنة على مدار سنين متطاولة، يعني أتعبت الناس وأهلكت الحرث والنسل. لكن كيف يمكننا فهم مسألة الرزق في ضوء الكتاب والسنة؟ الحمد لله الرزاق ذو القوة المتين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى تحدث عن الرزق وعن كونه هو الرزاق في سور وآيات من القرآن الكريم، بل لا تكاد تجد سورة خاصة من السبع الطوال بل من المئين إلا وذكر الله تعالى فيها ما يتعلق بالرزق، إما تصريحا باسم الرزق أو بما يعني يرادف هذه الكلمة من النعمة والآلاء وغير ذلك. فالله عز وجل ربط ما بين الرزق واسمه الرزاق، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق، ولهذا قال تبارك وتعالى يعني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق صيغة مبالغة، فالله الرزاق هو الذي يقبض يعني الذي بيده أسباب الرزق، يبسطها على من يشاء ويقبضها عن من يشاء، وقد يعطي الله تعالى الرزق من غير أسباب. عجيب. كما قال سبحانه وتعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قالها الله في سورة البقرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وقالها في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك إلى أن قالت وترزق من تشاء بغير حساب. وحين دخل زكريا على مريم رضي الله عنها قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كما قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي ليست كل دابة تحمل عندها بنك ولا عندها رصيد أو عندها شيء تختزن فيه الرزق، وإنما الله يرزقها يوميا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله كأي من دابة تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا، أي خاوية البطون، وتروح بطانا، أي تعود وقد ملأ الله بطونها من حب الأرض. فالرزق له علاقة بالاعتقاد وبالعقيدة، وكلما يعني الإنسان آمن بهذه القضية أن الرزق بيد الله وأن الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يقدره، وأن هذا ليس عبثا، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطي كل واحد منا يعني ما شاء من الأرزاق في هذه الدنيا، لكن الله له حكمة في هذه المسألة. قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق
لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، ولهذا يعني بعض الناس لو أن الله فتح عليه ربما ضل وربما كفر، وبعض الناس ربما لو أن الله عز وجل أفقره الفقر الذي يؤدي إلى السخط لربما أدى به ذلك إلى الكفر بالله عز وجل. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يقدر لعباده ما يصلحهم. وبالتالي الحديث عن قضية ارتباط الرزق بالإيمان وبالعقيدة وبالتقوى مسألة مضطردة في القرآن الكريم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالله سبحانه وتعالى يبين أن ولذلك يعني أحد أهم إشكاليات الأمم التي وقعت في الوثنية من أين دخل الشيطان عليهم؟ دخل الشيطان عليهم من باب الرزق، فسول الشيطان إليهم أن الآلهة التي أن هذا الكون يعني الأسباب رزقه مثلا في شجرة أو في حجر ما أو في ولي من الأولياء أو في نبي أو صالح من الصالحين، يعني ولهذا قال إبراهيم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإبراهيم عليه السلام وضع يده على السبب الذي كان من أجله عبادة غير الله الرزق. هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة تحيط بالإنسان، لأن الإنسان فقير يحتاج إلى سد فقره وحاجياته الأساسية من خلال ما هو موجود في هذا الكون. لكن شيخ كريم، يعني الآن أنت تؤصل لمسألة أن الموضوع سعة الرزق ويعني البساط فيه مرتبط بالقرب والبعد من الله سبحانه وتعالى، يتبادر لديه سؤال، يعني ما يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأتقى أنه كان يربط الحجر والحجرين على بطنه، يعاني من شدة، حوصر في شعب أبي طالب، يعني كيف نفهم هذه المعادلة؟ يعني هو في فرق بين قضية الغنى وبين يعني أقصد أنه يعني الكفاف وسد الحاجة وبين قضية الفقر. الفقر مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر. أما سد الحاجة يعني وأن يكون الرزق كفافا، فهذا الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد أفلح من أسلم وكان قوته كفافا، لأن الكفاف يعني يجعل الإنسان مرتبطا أولا بالله سبحانه وتعالى، ثم لا يلتهي بما يطغيه من الأموال. فقل أن تجد من يؤدي حقها يعني كما يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني العلماء فاضلوا ما بين الغني الشاكر والفقير الصابر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فقيرا ورابط الحجر على طول أم كان زاهدا؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام زاهدا، يعني وكان عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يمتلك الدنيا مما كانت تأتيه من الأموال، ولكن كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقي الأموال عنده، بل قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا ويبقى عندي منه شيء إلا يعني درهما أو درهمين، أو كما قال عليه الصلاة أو دينارا أو دينارين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من شأنه الإنفاق عليه الصلاة والسلام، وكان المشاهد هذه إذن هي مشاهد مجتزأة حينما نقول ربط الحجر أو الحجر، ليس فقرا يعني. لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الغنى يعني كان يتعوذ بالله من الغنى المطغي كما كان يتعوذ بالله من الفقر المنسي، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالكفاف. الكفاف اللي هو شنو؟ الكفاف اللي هو الحاجة، على قدر الحاجة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتطلع إلى الثروة أن تكون عنده ثروة، لكن يكون مستر الحال، لكن يكون أي نعم يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام حاجته مقضية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما زاد على حاجته ينفقه في سبيل الله، ويأخذ بقول النبي قول الله تعالى: أنفق عليك، هكذا قال الله تبارك وتعالى له. فإذا
الإسلام يعني لا يدعو إلى الفقر، الفقر بمعنى أن لا يكون الإنسان عنده شيء، وإنما يدعو إلى القناعة بالرزق الذي وصل الإنسان. وغالب الناس، أكثر الناس ما يأتيهم من الرزق هو الكفاف، زي ما نقول يعني أغلب الناس رزق اليوم باليوم. فإذا حصل نوع من الغنى فإن الله عز وجل يوجب في هذا الغنى شكره بالنفقة والإنفاق في سبيل الله تعالى. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف يكون الشكر؟ بالإنفاق وبالمحافظة عليها وعدم توظيفها فيما حرم الله عز وجل. فيعني فإذا حين نجد مثلا إنسانا غير مسلم يغدق الله تبارك وتعالى عليه مع كفره، فهذا لا يدل على رضا الله عز وجل عنه. فإن الله تبارك وتعالى يقول في سورة المؤمنين: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل قد أغنى عبدا من عباده على الإيمان فهذا من فضل الله عليه والابتلاء، كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالمؤمن يعني يوفقه الله تعالى إلى الشكر والإنفاق. أما الكافر فإنه يغتر بذلك، كما قال صاحب الجنتين يعني قال يعني: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إلى آخر ذلك. ولذلك يعني كفر بالساعة. قارون قال: إنما أتيته على علم علمي. فدائما المال حين يأتي على الكافر أو الجاحد أو المنافق فإنه يزيده طغيانا. ولهذا موسى عليه السلام قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وبالتالي يعني إذا كان يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، مسألة أن يكون التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى سعة الرزق، يعني كيف نفهم إذا كانت أيضا تعطى للكافر؟ يعني هل هذه السعة هي سعة كمية أم سعة قناعة مثلا ورضا وغير ذلك؟ هي السعة هنا ليست هي سعة كمية فقط. الكمية نعم تكون يعني مما يعني بيّن الله سبحانه وتعالى: فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن العبرة بالبركة، يعني هذا الرزق وإن كان كمه قليلا إلا أن ما يتعلق به من المنافع يكون شيئا عظيما. فالعبرة هنا بالبركة. فإذا نزعت هذه البركة من هذا الرزق، مهما كان هذا الرزق أو المال وفيرا والثروة كبيرة، فإنما يعود على صاحبها من الارتياح النفسي ومن البركة في أولاده ومن انقضاء قضاء حوائجه ومن العافية في بدنه. الشيء القليل أو لا يكاد يذكر. فمن الناس مثلا من يبتلى بالأمراض المتتالية، بالجوائح والكوارث العظيمة التي تأخذ أولاده وتأخذ أمواله. فإذا في جانب مهم جدا أنه بسط الرزق لا يعني يتعلق بالبركة، يتعلق بقضاء الحوائج، يتعلق براحة البال أيضا وعدم الكد. يعني لأنه يعني الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الرزق من أسباب، يعني هذه الأسباب تكون مريحة لهذا الإنسان، لا تشغل باله كثيرا. البعض يعني يقول: نحن نقرأ في القرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفي نفس الوقت نجد أمم ربما تكون كافرة هي مرابية لكنهم يعيشون في حالة من السعة، كيف نفهم ذلك؟ هو يعني الله سبحانه وتعالى أولا يعطي الكافر أو الفاجر حظه من هذه الدنيا، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الشأن في سورة الزخرف، لما ذكر الله تبارك وتعالى يعني زخرف الدنيا، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يبسط على الكفار أرزاقهم في يعني الآية: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة
أي ملة واحدة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يضاء. ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في مشربة له غرفة ليس فيها ما يرد البصر إلا أهبات ثلاثة حشو هليف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توسد سرير. نشرح الأهبات. الأهبات يعني مخدات حشو هليف مش كمان قطن. وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على سرير من الرمل ليس بينه وبين الرمل أي لحاف، فأثر الرمل في جنبه عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر فقال ما يبكيك يا عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر قال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر، ها، وفي بعض الروايات قال عدوان لله، وهما فيما فيه من الدنيا، وأنت رسول الله، أدعو الله أن يوسع على أمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هذا الذي يشغل بالك، وفي رواية أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم شهواتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ طيب هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المقصود بذلك ألا يكسب المسلمون أو يظلوا فقراء وأن يبقوا على فقرهم، لا، وإنما المقصود من ذلك ألا نغتر بما في أيدي الكفار من الدنيا. فلا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى الدنيا. ولا قال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولا تطع من أغفلنا قلبه تريد زينة الحياة في الآية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عن عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى يعني ما مدح الكفار بكثرة الأموال التي عندهم، بل بيّن الله عز وجل أن هذا منه استدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فربنا سبحانه وتعالى يعني يمد للكافرين في أموالهم وفي هذه الحياة الدنيا حتى إذا أخذه لم يفلته. فإذا العبرة بماذا؟ العبرة بما عليه الإنسان من الصلة بالله. فإن كانت الصلة بالله صلته بالله عز وجل حسنة فإن هذا الرزق رزق حسن، وإن كانت صلته بالله يعني غير حسنة فهذا الرزق فالرزق لا ينفعه، بل قد يكون السبب من أسباب طغيانه، أن يكون في طريقه إلى الطغيان أو حتى يوقعه في مزيد من المعاصي. نعم. بما يعني يهبط به في دركات النار. نعم، وهذا من أسباب فتنة المسلمين، يعني من يعني لذلك الله عز وجل من رحمته أنه ما جعل كل كافر غنيا، يعني هذه الآية التي أشرت إليها في سورة الزخرف، أنه ربنا عز وجل باختصار ماذا يقول؟ يقول الأصل يا أيها المسلمون، الأصل أن من كفر بي جعلته يسكن في قصر ويأكل أحسن أكل ويشرب أحسن المشارب، ولكن لأني لو فعلت ذلك بكل كافر لارتد كثيرون إلى الكفر، فجعلت في الكفار فقراء كما جعلت فيهم أغنياء، فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لكن ربنا قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله سبحانه وتعالى يريد أن يربط المسلمين بالآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يزهدنا في التعلق بالدنيا، لا أن تكون الدنيا في أيدينا. فإذا كانت الدنيا، ولذلك جزء من قضية يعني قوة المسلمين قوة دولتهم، كيف تكون دولتهم قوية إن لم تكن غنية؟ فالأصل في الدولة أن تكون غنية، لكن غنى الدولة الإسلامية يعني أنها ستنفق على الفقراء، أنها ستوظف هذا المال في نشر الإسلام، أنها يعني ستحق الحق وتقيم العدل في البشرية. هذا هو، ليس الغرض من أن تكون الدولة غنية لكي تطغى وتتجبر. أن تطغى وتتجبر يعني. ولذلك ربما نفهم أن الإسلام جاء واعتنى بقضية الزكاة حتى في مصاريفها، أنه يكون قصدها الإغناء وتحويل الشخص الذي يأخذ الزكاة من شخص يعني يأخذ المساعدة إلى شخص مزكي في أقرب وقت، بمعنى أن الإسلام
يدفع الناس دفعا لأن أن يقتنوا. دكتور يعني هل نفهم من هذا الأمر أن قضية الغنى والفقر بشكل عام الله سبحانه وتعالى قسمها بين البشر بشر بالعدل، لكن هناك قاعدة للمسلمين أنهم كل ما يقتربوا من الله سبحانه وتعالى يكتب الله لهم مزيدا من البركة؟ لا هكذا؟ إنه الله عز وجل ربط يعني الرزق بالطاعة أو سعة الرزق، والآيات في ذلك مضطردة. وكلما الإنسان أدى ما عليه من العبادة كلما الله عز وجل فتح له باب الرزق. يعني في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى ويدك رزقا وأسد فقرك. عجيب. وإلا فعلت ملأت يديك أو يدك شغلا ولم أسد فقرك. سبحان الله. فالإنسان الله سبحانه وتعالى يقول إنه يعني أنت لهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني لا يشغلنكم، هذا معنى عجيب يعني. أيوة. نغفل عنه كله. لا يشغلنكم طلب الرزق عن أداء العبادة والقيام بها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، بل 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 أولادكم وأموالكم ينبغي أن توظف للآخرة. لهذا الله تعالى قال بعدها: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، الآية. فالمقصود إذن يعني الإنسان ينبغي في مسألة الرزق أن دائما أن يكون يعني أن يفهم تماما أن الرزق والأرزاق هي وسائل جعلها الله سبحانه وتعالى للتمكين في الأرض، والمؤمن إذا تمكن في الأرض أدى ما عليه من الواجبات، هذا هو المقصود. نعم. ولهذا الله عز وجل يجعل الأرزاق يعني في صنوف من الأعمال، مثلا حتى من المعاملات. يعني مثلا الزواج سبب من أسباب الرزق، على خلاف ما يظن الناس أن الزواج سبب من أسباب النقص في الرزق. يعني قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول عمر رضي الله عنه، يعني يعجب عمر رضي الله عنه كيف لا يعني يطلب إنسان الغنى بالزواج، ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كنا نلتمس الرزق في الزواج، يعني يتزوجون فيرزقهم الله. قضية الولد، كثرة الأولاد، يعني ظن الجاهليون أن كثرة الأولاد سبب من أسباب الفقر. القرآن قال لهم: لا، بالعكس، وجود الولد مزيد من الرزق، نحن نرزقكم وإياهم فانضم رزقهم إلى رزقكم. يعني شوف كيف الله تعالى غير هذه المفاهيم من المفاهيم الجاهلية التي عندنا، وده نفس المفهوم الجاهلي الآن اللي يؤدي إلى الرأسمالية العالمية، إلى نقص البشرية، إن هم يكون هدف من أهدافهم الأساسية تقليل البشر، اللي هو تنظيم الأسرة، طبعا المشاريع الماكرة غير المعلنة، عرفت، في قضية إبادة قدر من البشرية عن طريق التطعيم، عن طريق الأدوية، عن طريق الأغذية، عن طريق الحروب. هذا 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 مبدأ شيطاني. هذا المبدأ الشيطاني الذي وجد الآن المسيطر على العالم. نعم. يعني باسم الرأسمالية التي سنتحدث عنها في أسباب الأزمات الاقتصادية، لأنه الأزمات الاقتصادية التي نعيشها اليوم جزء أساسي هو قضية التوجه يعني نحو هذه المسارات المنحرفة. نعم. فالله سبحانه وتعالى أودع في الأرض البركات والنماء والزيادة، ليس كما يظنون أن البشر كلما زادوا كلما نقص. الشاهد أن الله تعالى جعل من أسباب ذلك المعاملة، جعل من أسباب ذلك المتابعة بين الحج والعمرة. الله، الحج والعمرة فيها نفقات، لكن الحج والعمرة ينفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. سبحان الله. يعني الإنسان يتعب وبالتالي وينفق في الحج. مفاهيم الغنى وآلية اكتساب المال مختلفة تماما بين معايير البشر والمعايير التي يعلمنا لها الله سبحانه وتعالى. هذا جزء من الهداية الربانية. يعني هو جزء من الهداية أن الله تعالى يهدينا للأسباب الحقيقية للرزق، لا للأسباب المتوهمة، ونبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى محق الرزق ومنع الرزق، مما يمكن أن نشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. دكتور، يعني
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع قضية الأزمات الاقتصادية؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما عانى في شعب أبي طالب، أيضا في فترة في فترات المدينة كان هناك معاناة، بعده أيضا الصحابة ربما مرت عليهم معاناة. هل هناك يعني موجهات في ظل الأزمات الاقتصادية؟ يعني الموجه الأساسي والأول هو التوجه إلى الله. في كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم أمر الاقتصاد في المدينة بعدما هاجر إلى المدينة وأسس الدولة، يقيم ذلك على كسب الحلال وترك الحرام. فنزلت التشريعات في حرمة الخمر والميسر والرشا وأكل أموال الناس بالباطل، يعني بالإضافة إلى النفقات الواجبة، أن ينفق الإنسان على ولده، أن الإنفاق على الفقراء والمساكين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله تعالى عنه وقد رأى أن له فضلا على من دونه أنه ينفق على الناس وكذا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون بضعفائكم، سبحان الله، بصلاتهم وإخلاصهم. أصل الحديث في البخاري وفي بعض الأحاديث عند الترمذي أيضا، عند أبي داود، أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون بضعفائكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يوجه الأغنياء إلى الفقراء أن يقوموا بكفالتهم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتدت الضائقة، يعني كان عليه الصلاة والسلام لا يتدخل من أجل فرض قوانين تؤدي في النهاية إلى يعني إلى 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 الإخلال بالتوازن الذي جعله الله طبيعيا في العرض والطلب بالنسبة للسلع والنقود. لما غلى السعر يوما في المدينة قالوا يا رسول الله سعر لنا، ضع لنا تسعيرة لكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط. طبعا علماء تحدثوا هنا عن قضية تسعير السلع من قبل الحاكم أو الدولة، هل المسألة دي يعني جائزة ما جائزة، يعني الأمر فيها يرجع إلى المصلحة. لكن المقصود شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يضع قانونا، أن يضع قانونا، لأنه خشي عليه الصلاة والسلام إن فعل ذلك أن يستن به الحكام من بعده، وإذا دخلوا في حياة الناس فيتدخلوا في قضية الأرزاق وكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، ترك هذه المسألة إلى العرض والطلب. يتدخل عليه الصلاة والسلام يعني عندما يحصل الغش، مثلما كان يمر فيراقب عليه الصلاة والسلام الأسواق، وربما وضع يده في الطعام في صبرة الطعام فوجدت بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابته السماء، قال أفلا جعلته في أعلاه، من غش فليس منا. فالرسول عليه الصلاة والسلام، فعندما تحصل الضائقة أولا يعني الدولة ورئيسها وقائدها يعني يعيشون هذه الأزمة، لا يعيشون في برج عاجي والآخرون يعيشون في الإملاق. عمر رضي الله تعالى عنه أبى أن ينال أن يأكل اللحم يعني في عام الرمادة عندما جاع الناس، وكان يعني أدمه وطعامه الزيت يعني لا يزيد على ذلك. يعني لماذا؟ لأنه لكن هل هذا واجب أم هذا ورع من عمر؟ يعني هذا يعني إذا كان الحاكم أو الشخص الذي يتولى هو في نفسه ميسور الحال أصلا، يعني لماذا يعيش المزغبة مع الناس؟ يعني هو يسر الحال من أين يأتيه إذا كانت الأزمة عامة؟ يعني لابد أن يصيبه شيء من الضائقة. المقصود أنه هو لا يستأثر بالمال على حساب الناس في وقت الضائقة، يعني هو لم من حقه أن ينال أجره الذي يكفيه بحيث أنه لا يضطر إلى العمل، هذا أمر مطلوب يعني. لكن لا يعني ذلك أنه يتكسب من منصبه ويأخذ هذه الأموال كما يفعل الفاسدون في الحكومات عندما يجلسون في المناصب فيعتبرون ذلك مغنما، لا يلتفتون إلى الفقراء وإلى أهل الحاجة قدر ما يلتفتون إلى كم سيكسبون من وراء المنصب، نعم، وكم سيتحصلون على الثروة من وراء هذا المنصب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياتهم، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يربط الحجر كما يربط الآخرون الحجارة، نعم، بل كان يربط حجرين. كذلك أيضا من التدابير يعني التخفيف مثلا في العقوبات التي لها علاقة بالشبهة الحاجة في أخذ الأموال، مثلا
أو في الأطعمة، مثل ما فعل عمر عندما أوقف حد السرقة في عام الرمادة لشبهة الحاجة، لا كما يظن البعض أن المسألة دي يعني قانون سرى بعد ذلك في عهد عمر فقط تعطيل سبب الحاجة، ربما يكون في أمور معينة. والحاجة دي شنو؟ ما هو الحاجة دي يعني بمعنى أنه الناس ما لاقين يأكلوا ويشربوا. مش الآن الحديث عن الترفه والكماليات، بحجة الكماليات وحياة الرفاهية تستباح، يستباح الربا، ويعني توقف الحدود بمثل هذه الحجج الواهية. فإذا المسألة دي كانت في فترة معينة يعني، لكن الأهم في قضية يعني إدارة الأزمات هو صحة التوجه في استقاء الأحكام من الشريعة. يعني بمعنى شنو؟ أكبر مشكلة يعني أدت إلى الأزمات الحالية في بلداننا، رغم غنى هذه البلدان بما لديها من مكنون الثروات، هو التخبط، وهو أخذ المناهج الفاسدة. ال- 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 يعني إحنا بلداننا بما في ذلك السودان يعني إما أنها اتجهت إلى اشتراكية في فترة من الفترات، وقامت الدولة بتأميم ال- 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 يعني ممتلكات الناس ونزع الملكية الخاصة إلى الملكية العامة، فما أورثت الناس إلا خسفا وفقرا. والدول دي شوف ليبيا، الدول هذه الدولة الغنية، ولا الجزائر ولا غيره، النظم الاشتراكية العالمية التي تغنوا أنها ستغني الفقراء في الحقيقة هي أفقرت كل الشعب، أفقرت كل الناس. اتجهوا بعد ذلك إلى الرأسمالية، هذه الرأسمالية القائمة على النظام المصرفي الربوي، القائمة على يعني على على أن يكون الأغنياء سادة وأن يتحول الفقراء إلى عبيد. هذا النظام هو النظام السائد اليوم، هو النظام الذي يفرض أجندته على دولنا عبر صندوق النقد الدولي وعبر الأجهزة أو المنظمات المالية الأخرى. أنت تتسبب لنا في مثل هذه الأزمات هي السبب الرئيس. نعم. فأنت لكن ربما يسأل سائل يقول يعني الدولة كانت على مدار في السودان كنموذج يعني كان 30 سنة ما ماشي بروشتة صندوق النقد الدولي، ولا كان شغال بالاشتراكية ولا بالرأسمالية. لكن هذه الدولة ارتبطت للأسف يعني في تاريخها لما بعد الاستقلال يعني كانت أصلا يعني السودان غني بموارده، كانت هناك مشاريع مشاريع طموحة مثل مشروع الجزيرة على سبيل المثال، هذا المشروع اللي يعني قدم ضمانة لبعض الدول في استخراج البترول، عرفت؟ هذه المشاريع الكبيرة اللي هي كانت مبنية على الإنتاج والحقيقي في الدولة، للأسف مع تردي الأوضاع السياسية ومع الفساد الذي دب في الدولة يعني شيئا فشيئا، هذه المسألة أدت في النهاية إلى الارتباط بالروشتة التي قدمت من الدول الاستعمارية سواء بريطانيا أو أمريكا عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هنا السودان دخل في الدوامة بتاعت الربا والقروض الربوية. هذه القروض الربوية كانت بحجة ماذا؟ بحجة التنمية، لكنها لم تكن تذهب في الحقيقة إلى التنمية، كانت تستهلك من الدولة، كانت تستهلك من الدولة. نعم. وكانت الدولة في مزيد من العجز في موضوع الإنتاج مما أدى إلى تراكم هذه الأموال، فأصبح السودان يدفع فوائد هذه القروض سنين عددة. نعم. اليوم نحن محاصري، أكبر مشكلة في السودان وأكبر ما يذهب من السودان هو في سداد هذه القروض. نعم. نعم. دكتور، إذن يمكن أن نلخص يعني هذه النقطة ونخرج إلى فاصل، نقول أن في نهاية المطاف حتى وإن لم ترفع أنت شعار الرأسمالية أو الاشتراكية، لكن كان تصرفاتك في إدارة المال أو حتى في السعي كانت غير منطبقة على السنن، أيضا أنت تبوء بالخسران، والله سبحانه وتعالى يوفق كل من أخذ بالسنن والأسباب. نعم. هما سببان، يعني السبب الأول هو مخالفة منهج الله تبارك وتعالى في الاسترزاق وفي وسائل كسب الرزق، والسبب الثاني الرئيسي هو عدم السعي والأخذ بالأسباب. نعم. يعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، فالقاعد لا يطلب الرزق على الحقيقة. نعم. يعني هذا لا يعتبر توكلا وإنما تواكل، نهى الإسلام عنه. نعم. سنواصل في هذا المجال ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أسباب يعني هي تؤدي إلى يعني محق البركة أو حتى يعني الوقوع في الأزمات الاقتصادية، وذكرت منها البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى واتخاذ يعني مناهج أخرى يعني غير شرعية كمناهج اقتصادية، وأيضا ذكرتم عدم السعي في طلب الرزق، فإن السعي سبب من الأسباب الذي وضعه الله سبحانه وتعالى كسنة كونية لتحصل هذه الأرزاق. أيضا يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لديه إجراءات على الصعيد الاجتماعي، على صعيد التكافل الاجتماعي، يعني يدرأ بها آثار الأزمات الاقتصادية؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من ذلك أنه أولا يدعو إلى مسألة العمل، فينهى الناس عن السؤال. ولما جاءه رجل يسأل كما في بعض الآثار أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بما عنده من البيت، فجاء الرجل بقعب يعني بكباية بتاعت موية أو إناء يعني ويعني ونطع ويعني ينامون عليه، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره أن يأتي أن يشتري بدرهم فأسا وبالدرهم الآخر يشتري طعاما وينبذه إلى أهله، ثم وضع صلى الله عليه وسلم بيده في الفأس عودا وأمره أن يحتطب وألا يعود إليه إلا بعد يعني جمعة أو جمعتين، فراجع الرجل وقد أغناه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في ظل الفقر وفي ظل الأزمات يدعو الناس إلى العمل أولا، هذا أولا. ثانيا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالصدقة، لما جاءه قوم من مضر مشتابين نمار يعني بمعنى ملابسهم ممزقة ويبدو عليهم الإجهاد والفقر، فالرسول عليه الصلاة والسلام تغير لونه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفاعل مع حاجات الناس فدعا إلى الصدقة عليه الصلاة والسلام، حتى رأى في النهاية كومين من طعام يعني تصدق الناس. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يندب إلى 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 الصدقة خاصة للفقراء المهاجرين، لدرجة أنه كان من عنده يعني عذق من تمر يعني بعض البلح وكذا يأتي ويعلقه في المسجد حتى يأكل منه أهل الصفة. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني من 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 شأنه في هذا الأمر أنه عليه الصلاة والسلام يندب إلى يعني أن يبذل الجار بعض ما عنده من الجار الآخر يعني فكان يندب إلى كثرة الماء بالنسبة للحم حتى يعني في المرق يعني حتى لهذه الدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التكافل. كان يمدح الأشعريين مثلا عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين اللي هم من قبيلة من اليمن من قبائل اليمن، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوه فاقتسموه بينهم. أرملوا في الغزو يعني أرملوا في إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني قل إذا حصل لهم يعني طال غزوهم وقل طعامهم أو قل طعامهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوه فاقتسموه فهم مني وأنا منهم. فإذا نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التكافل، إنه مدح الأشعريين من اليمنيين لأنهم يقتسمون الطعام فيما بينهم. فهذا السلوك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشيد به ويمدحه عليه الصلاة والسلام في يعني في الصحابة رضوان الله عليهم، ويطعمون الطعام، ولذلك الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهنا حبه، هل الحب العادي أم الحاجة يعني؟ الحب يعني الحاجة والاضطرار إليه، يعني معنى أنهم يحتاجون إليه، يعني ليس فائضا عن حاجته. ما حبه كذا الحب يعني، أيوة هذا المقصود الرغبة فيه. نعم. أنا بس أريد أن أنبه إلى قضية في قضية المنهاج، أنه كثير من الناس ما يتصور أنه أحد أهم الأزمات في السودان يعني أو في الدول دي كلها هو النظام الرأسمالي الذي نعيشه اليوم. النظام الرأسمالي هذا يقوم على أكل المال الحرام. نحن داخلين في قضية يعني الحلقة السوداء، حلقة الربا التي
لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله. نعم، لكن السودان ليس فيه قوانين ربا، يعني الآن يراد وضعها في البنوك. ما احنا, احنا 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 عايشين على قضية سداد فوائد الربا. شوف، في جزء أساسي الناس كثير من العامة الناس لا يفهمون، إن السودان عليه التزامات في القروض، في الفوائد القروض الربوية، يعني هو لا يزال يدفع هذه الفوائد، ويراد له في النظام الجديد اللي هو حكومة قحط أنها ترتبط بقروض جديدة. بقروض جديدة، لكن القروض القديمة أصلا ما زال دفع، يعني هي أصلا متراكمة من سنة 1980. في جزء يدفع، في جزء يدفع، يعني الذين في وزارة المالية يعرفون هذا، أنه في قدر في هذا لا بد من الدفع، يعني في قدر يدفع رغم المخمصة التي نحن فيها اليوم. وطبعا كمان دخل علينا موضوع قضية يعني السداد التعويضات التي يعني التي رضخ لها، للأسف رضخت لها هذه الحكومة. فهنا يعني هنالك أسباب. لكن دكتور، هذه منظومة دولية، يعني كيف لأي حكومة أنت يعني أن تتوقف عن مثل هذا؟ يعني هذه منظومة دولية في النهاية، إذا هي ما سددت هذه الأشياء وما تواجه بحروب، يعني الحل هو في طريقة القرآن في إدارة الأزمات الاقتصادية، والتي أشار الله تعالى إليها في قصة يوسف عليه السلام، اللي هو الإنتاج، ثم حسن التخزين لهذا الإنتاج، ثم حسن عدالة التوزيع. ما هو يوسف عليه السلام فعل هذا، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. دأبا هنا فيها شدة عمل وتعب، يعني أيوة، يعني يجب أن تكون هنالك قوانين يعني توظف الناس في الأعمال الإنتاجية، ويكون فيها جدية، والدولة تشرف على هذه الأعمال الإنتاجية، بحيث هذا الإنتاج يعود في النهاية إلى يعني إلى 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 يكون له مخزون. هذا المخزون نستفيد منه في وقت الأزمات. يعني مثلا الدولة لما تكون عندها مخزون من الأطعمة، مخزون يعني من الموارد، لما تجي فيضانات لا قدر الله، لما تجي أمطار، سيول إلى آخر ذلك، تستطيع الدولة أن تستفيد من هذا الخزين، من هذا. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، لأنه يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني كل ما قدمتم لهن. بعدين عدالة التوزيع بعد التخزين، حسن التخزين والاستثمار، لأنه الادخار ليس المقصود منه أن يجلس الإنسان على الثروة ينظر إليها، وإنما المقصود من الادخار الاستثمار. تستثمر هذه الثروة المدخرة للأجيال القادمة. يعني شوف، يعني النرويجيين على سبيل المثال، لما هم أصلا كانوا عايشين على البطاطس، على البطاطا والمزارع البطاطا، قبل أن تكتشف الحقول النفطية في بحر الشمال والثروة الهائلة، ماذا فعلوا يعني النرويجيين؟ قالوا هذه الثروة النفطية لن تمنعنا من إنتاج الزراعي ومما كنا نحن عليه من المهن، لكن سنستثمر، ستكون عائد هذه الثروة في محفظة استثمارية في المشاريع العالمية لأجيالنا القادمة. تفكير صحيح، هذا التفكير السليم. ثم عدالة التوزيع، لما جاء يوسف عليه السلام وأصبح عزيز مصر، جاءه إخوته أعطاهم حقهم، كل واحد أخذ نصيبه من الطعام. قالوا إن لنا أخا، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، يجي هنا، يجي يستلم بنفسه، يجي يستلم بنفسه، مش يعني ما فيها مجاملات، حتى يقطع دابر الفساد. أي مش يجينا واحد يطلع علينا واحد رئيس اللجنة الشعبية، ولا يجينا مثلا شايل ليستة فيها أسماء وهمية نقوم نكب عليه ونديه. لا، عدالة التوزيع، كل إنسان يأخذ حقه وما يستحقه. نعم. فهذه القواعد الثلاثة في قضية وفرة الإنتاج، حسن الاستثمار بعد الادخار، عدالة التوزيع، هي المبادئ القرآنية الأساسية التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى، والتي يقوم عليها الاقتصاد الحقيقي. يعني الاقتصاد الحقيقي ما يقوم على المضاربات الربوية، ولا على قضية المشتقات المالية الوهمية اللي هو يسموه سوق الأوراق النقدية الآن اللي بيتكلموا عنها. آدم سميث اللي هو أبو الاقتصاد الرأسمالي يقول لا يمكن أن نحقق التنمية الحقيقية ولا العملية المالية الرشيدة إلا بأن يكون الفائدة صفرا. الفائدة على القروض تتحول إلى صفر. هذا آدم سميث، تتحول القروض إلى قروض منتجة، اللي هو أبو الاقتصاد الرأسمالي، اللي بتحدث الاقتصاد الرأسمالي. اليوم
يعني النظام العالمي المصرفي كله قائم على قضية جدولة الديون. ماذا جدولة الديون؟ الآن نتكلم عن جدولة الديون السودانية. جدولة الديون السودانية معناته يعني بفوائد أعلى أو القروض جديدة بفوائد أخرى يعني أعلى، يعني هذا المقصود في النهاية جدولة الديون. فإذا النظام الرأسمالي هذا أكبر أسباب الأزمات هذه، واليوم للأسف إنه الرؤية الموجودة الاقتصادية في السودان المطروحة من قبل حكومة قحط هو التماهي معها بشكل هو التماهي معها. نعم. فإذا إحنا لو ما حلينا الأصل اللي هو قضية التوجه الاقتصادي نفسه أو الرؤية الاقتصادية، ما حلينا المشكلة دي يعني أصبحت منضبطة بقواعد الشرع، اتجهت هذه المسألة إلى قضية الإنتاج ونحن دولة غنية بمواردها بعيدا عن الارتهان لكن المقرضين العالميين هؤلاء الربويين. لن ننفك من المشكلة. لكن يقول يعني يرد على هذا الكلام بالقول نحن يعني الآن في حالة جوع ومخمصة شديدة نوشك على هلاك البلد على وشك الانهيار، وبالتالي أباح الإسلام أصلا للمسلم إذا كان على وشك الهلاك أن يأكل الميتة، أن يشرب الخمر، أن يأكل الخنزير، وبالتالي أن تقرر الحكومة أو تقرر الدولة التماهي مع أي منظومة عالمية إذا كان في ذلك الحفاظ على ما تبقى من الدولة، فإنها ستكون يعني سيكون الأمر مباحا لها، ليس ذلك صحيحا؟ شوف، إذا لم تكن هناك إرادة يعني شعبية تترجم في المؤسسات الدولة في الاتجاه إلى الطريق الصحيح بالنسبة للإنتاج ويعني الاعتماد على الذات، فإنه لا يمكن أن ننفك من هذه المسألة. بل قد هذه الأزمة اللي احنا بنعيشها الآن في التضييق على السودان جزء منه اللي هو المقصود بالنسبة للدول الاستعمارية هذه ووسائلها أنه نحن نرضخ لما يطرحونه علينا من شروط. هذا هو المقصود. المقصود في النهاية يعني زي ما قال بتاع ماليزيا، يعني أظنه مهاتير في يعني في لقائه في قناة الجزيرة لما نتكلم عن أنه كان مطلوب منه أنه هو يقوم بشروط البنك الدولي، لكنه ألقاها ومضى في الطريق الصحيح. إحنا ما نتحجج بحالة الضرورة عشان نحن لمزيد من الخنق الاقتصادي والقوانين التي تكبلنا نحن، لأنه المقصود الآن هو شنو؟ المقصود إن السودان يرضخ تماما فيفتح أبوابه للشركات العالمية دي اللي حتجي على السودان. نعم، قد تغدق شيئا ما، تعطي شيء من الأموال، لكنها في النهاية سترهن السودان كله لها، ترهن يعني حقوق الأجيال القادمة. لكن دكتور، إلى أي حد من الناحية الشرعية يمكن القبول بقضية الاضطرار في موضوع يعني إقدام الدولة على مخالفات شرعية؟ يعني الضرورة تقدر العلماء لما تكلموا عن الضرورة تكلموا عن فقه الضرورة، قالوا الضرورة لها قواعد، يعني منها الضرورة تقدر بقدرها، يعني يدفع الضرر الأخف عوضا عن الضرر الأقل، يعني إذا كان هناك ضرورة فنأخذ بالأقل فالأقل. طيب، هذه المسألة القرآن حددها بكلمة واحدة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن رفع الإثم في حال الضرورة مقيد بهذين القيدين. اضطر غير باغ، لا ينبغي أن باسم الضرورة أن نبغي وأن نتجاوز الحد. إذا كان الذي يجعلني أنا مضطر يعني في حالة معينة إلى 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 تكون قضية إجرائية، نعم، ما تكون عبارة عن قوانين وعن اتفاقيات بعيدة المدى. كيف يعني نفهم قضية إجرائية؟ تقصد أن الدولة ممكن تقدم على خطوة واحدة لكن لا تسن قانون هكذا؟ أيوة، يعني هي مسألة تكون في النهاية أنها عملية واحدة. هذه العملية الواحدة مثلا، وهذا طبعا أنا أقول لو فرضنا أنه المسألة دي حالة ضرورة زي ما كان في موضوع سيد مروي لما تكلم عن قضية الاقتراض بالربا مثلا عشان قضية المشروع، هذا ليس، هذا في الحقيقة هو ليس يعني ليس ضرورة، يعني ليس ضرورة، وهنالك مندوحة يعني في يعني أعمال أخرى أو في يعني الطرق أخرى يعني لسد، لأنه
يعني في جزء مثلا من قضية الـ 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 يعني انك انت تساوم الدول الاخرى انك تعينك بما لديك من 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 امكانيات. نعم. انت عندك ثروه، عندك ثروه زراعيه، عندك ثروه يعني معدنيه، عندك ارض شاسعه فيها كثير من التنوع. في النهايه تقدم الدوله للإقتصاد. على تقدم الدوله على فعل يكون محسوب. أيوة. ويكون الخبراء اجمعوا على انه ضروره. نعم. ويكون فقط منضبط بهذه الحاله دون ان يصبح وضع ملازم كما نادى بعض الاقتصاديين الان بانه يفتحوا الربا حتى في البنوك اللي داخل الشعب وينفتحوا. المهم انه حالة الضرورة ما تتحول من قضية إجرائية إلى قضية قانونية مستدامة. هذه القضية، يعني ما نجعل مسألة الضرورة حجة حتى نؤسس قوانين زي ما هم الآن عايزين يعملوا. يقول لك ألغي النظام المصرفي الإسلامي عشان أنت تعمل نافذة ربوية من خلالها نحل المشاكل بتاعتنا، وأنه كده حتتشجع البنوك العالمية عشان تجينا لأنه في فائدة ربوية، خلوا الناس أفتحوا النافذة دي. هذا الكلام في تقنين الربا وفي تقنين المال الحرام هو الذي فيه مزيد من محق البركة، لأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالربا لا خير في الربا. الدول دي يعني عطفا على ما ذكرت سألتها من مسألة إن هم عايشين وكذا، هم عايشين في الظاهر بيأكلوا بيشربوا لكنهم في دواخلهم جعل الله في أنفسهم من الاضطراب ومن الانتحار ومن كراهية الحياة الشيء الذي يعود عليهم تتحول حياة إلى جحيم. وليست كل الدول الكافرة هي تعيش هذا، يعني هم مجموعة من الدول القنية القوية الغنية القوية هي التي تعيش مثل هذا الرخاء، لكن هناك دول كثيرة طبعاً يعني طبعاً واقع في حال الربا في غاية الفقر. أغلب العالم يعني هو يعيش. نعم. فنحن وصلنا يعني إلى مشارف نهاية الحلقة، لعلي أخذ سؤال من عبد الله يقول هل هناك آيات وسور معينة تجلب الرزق؟ يعني نشوف حاجات دي كثيرة في 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 وسائل التواصل. ما يوجد، لكن عموما هو الاستعانة بقراءة القرآن لطلب الرزق، يعني يتوسل الإنسان إلى الله بقراءته للقرآن أي سورة ويعني أي آية يعني، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى. لا بأس، حتى لو كان آيات الرزق التي يتحدث عنها العلماء وبعضهم من باب التجربة يعني لا بأس، لكن لا نجعل ذلك سنة، بمعنى أنه نقول والله هذه الآيات لا غيرها مثلا أو نعممها كأنها من حديث رسول الله، إنما عموم بركة القرآن. لكن عموما القرآن وسيلة. أنا أضيف على هذا السؤال، يعني في السودان في 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 المخيلة الشعبية يعني نعم يقول لك سورة الواقع دي قروشة حاضرة. أيوة طبعا سورة الواقع لأنه فيها أثر أصلا. حديث ابن مسعود أنه علم بناته أن يقرأن الواقعة كل ليلة من أجل الرزق يعني. لكنه أثر ليس حديث. أصلا فيه أثر لكن يعني ليس صحيحا هذا الأثر، لكن لا بأس يعني إنسان مثلا يقرأ أحيانا الواقعة من أجل هذه الرزق استئناسا بمثل هذا الأثر القرآن كله الذي مبارك. ورد في التفسير أو أي سورة أخرى. المهم أن يتوسل بالقرآن من أجل استجلاب الرزق، هذا أمر يعني حسن. لا بأس فيه. نحن في ختام هذه الحلقة، ما هي الوصية التي يمكن تقدمها لعموم الناس حاليا في السودان تحديدا بخصوص الأزمة الاقتصادية؟ أولا لزوم تقوى الله تبارك وتعالى، لأن تقوى الله عز وجل هو الإكسير العجيب لاستجلاب الرزق. الله نص عليه نصا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلزم الأمر والنهي، ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. الشيء الثاني يعني الأمر الثاني الحلال الحلال، فإن الله جعل في الحلال غنية وبركة تغنيك عن الحرام، وفي الحديث اللهم اكفني بحلالك عن حرامي وأغنني بفضلك عمن سواك. الأمر الثالث القيام بالحقوق الواجبة في هذا المال، من ذلك الزكاة وأن تؤدي الحق الذي عليك بالنسبة للنفقات الواجبة. ثم أيضا كلما يعني شكرت الله تعالى في هذا المال بأن وظفته فيما يحب الله، الله عز وجل زادك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الثالث الأمر المهم هو أيضا فيما يتعلق ب أن يبتعد الإنسان عن المعاملات المشبوهة. الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، هذه المشتبهات ابتعد عنها. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الإنسان إذا ترك الشيء لله عز وجل الله سبحانه وتعالى، فنبتعد عن
الأخاص ونبتعد طبعا من باب أولى عن الأشياء الصفقات المحرمة. الاحتكار، ما نحتكر قوت الناس يعني حاجيات الناس عشان ترتفع بعد النبيعة. قضية الغش، الغرر والخداع، هذه الصدق في المعاملات، هذا من أعظم أسباب اتساع الرزق وبركته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فنحتاج إلى قضية الصدق في المعاملات، نعم، الوضوح في المعاملات، وعدم الغش والكذب. نعم، ربما يعني ذكرتم أيضا قضية الأشعريين والوصية بالتكافل الاجتماعي. شكرا لكم على ما أوردتموه في هذه الحلقة. وفي الختام أعزائي المشاهدين، الرزاق اسم من أسماء الله، وهو موزون على صفة أو صيغة المبالغة في الرزق. الله سبحانه مالك الخزائن ومقسم الأرزاق، فمن أراد السعة في الرزق فليقصد بابه. يبتلي الله عباده بالجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولكن البشرى باقية للصابرين، وبشر الصابرين. قاعدتان اثنتان في كسب الرزق: أولا، كن على منهج الله سبحانه وتعالى، والثانيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكان شعار الصحابي: دلني على السوق. في الأزمات على الناس أن تلين بأيدي بعضها وتقتدي بالأشعريين. أكل الميتة مباح للمضطر منعا من الموت، وليس توسعة على النفس. لذا في الأزمات الاقتصادية لا يباح التنازل عن كل الدين لأجل حل الإشكال، ولو اضطرت الدولة فلها أن ترتكب المحرم دون أن تستحله، وأن لا تتوسع فيه وتسن له القوانين. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأن نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.